يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده هاخدكم معايا فلوج كده برضو مش متخطط له. النهارده احنا نازلين نخرج مع ميشو اخويا، بقالي كتير قوي ما شفتوش من ساعه ما اسيلة اتولدت، ما شفتوش كده بقالي تقريبا شهر ممكن. فاخيرا هيجي لنا النهارده. شوف هقعد معايا في الاستوديو. اخيرا هيجي لنا النهارده، وكمان هناخده وننزل نخرج بقى احنا وبنت خالي وجوزها. ف اكسايتد، بقالنا كتير قوي ما شفناش الناس دي كلها، فالنهارده هناخدهم وننزل مع بعض. بس دلوقتي الاول هنزل اجيب فطار عشان ميشو اخويا جاي لي يفطر معايا هو وياسمين، وبعد كده بقى ننزل على الغدا، وكمان انزل اجيب قهوه عشان افوق. وبس كده كفايه. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الميك اب، ويلا بينا على طول. Hey, good morning. يلا بينا، اتفضل عشان بابا مستنينا تحت. يلا دوس نمبر 0. نسيت اوريكم الاوتفيت بتاع النهارده. لابسه دي كده، دي زي سوت كده او بتتقفل من تحت زي مايو من عند شيئان، ولابسه عليها السويت بانتس ده رجليه واسعه. اوكي، انا كده هتصور بيه دلوقتي وانزله على الانستجرام. وبس كده كله النهارده جراي في ابيض. يلا عشان محمد هيقفلني. نزل. صباح الفل. هلا والله. عامل ايه؟ أنا جمعة مباركة يا بيب. أنت جميل يا فهوتي. جاب لك سكر؟ صدوع عليك. صباح الخير. يا والله. إيه الحمار اللي على الصبح ده؟ ليه؟ الحمار اللي على الصبح ده. عربية حمراء. حمار. عربية حمراء وتيشيرت أحمر. لا أكيد مش للدرجة دي. عربية حمراء وتيشيرت أحمر، إيه بقى؟ أصل أهلاوي. لا والله؟ ولا نزلت تتعاكس النهاردة؟ أنا بتعاكس؟ أه. أنا نفع مسكين أنا ربنا. دعيت لي وأنت بتصلي؟ انا والله لحقت الصبر العافيه، يعني ما دعتليش، انا دوبك لحقت على الركعه الثانيه على طول. طب الحمد لله. الناس تقريبا كلها تفكيرها واحد، نصحى يوم الجمعه بدري تكون الدنيا هاديه، نروح نجيب طلباتنا من غير دوشه، بس كلنا بنفكر نفس التفكير. باركينج زحمه جدا. دي تاني لفه دي. طب روح اركن قدام خالص يا محمد، ابعد عن الزحمه اساسا. 1 hour later. اوكي يا حبايبي، جبنا القهوه، وهي الدخوله اصلا بتاعه سيتي سنتر كانت عشان القهوه، صح حماده؟ بس هم خدعوك فقالوا قالوا ايه، خش نجيب قهوه. فجاه دخلنا على كارفور، فجاه اشترينا طلبات وخرجنا، يعني زي بتاع البوست فاكر اللي كان موجود على فيسبوك من فتره كده، اللي واحده قالت لجوزها انا عايزه اجيب زبادي، دغري عايزه اجيب زبادي، خرج بريسيت قد كده. حابب تقول حاجه؟ لا، ربنا خلانا كارفور. يعني بيحمل نقط من كتر ما بنشتري حاجات من جوه. المهم يا حلوين، احنا دلوقتي رايحين نجيب فطار، لان ميشو وياسمين وصلوا البيت اصلا، قاعدين هناك، وكمان اتصور بسرعه بالاوتفيت اللي انا لابساه ده. فلما اجي اصور هوريكم بقى اللوكيشن اللي انا بصور فيه، هوريكم الصوره هحط لكم بعد ما بعمل لها ايديت والكلام ده كله. فعلا خلينا ننطلق يا باشمهندس، خلينا ننطلق. يلا هو مكان واحد اللي بلجأ له اما بتزنق في التصوير، مكان واحد بس، الباركينج بتاع كارفور. المكان الوحيد المنور قوي، والصراحه الصور فيه بتطلع حلوه. انا هتصور هنا كده عند السور ده كده، اوكي؟ فبحط لكم الصوره اللي انا صورتها وتقولوا لي ايه رايكم. بصوا مين عندنا. هلا 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 بابو الولاد. عامل ايه من بعد ما اسيل جت؟ زي الفل. احلى اسيل في الدنيا. احلى اسيل في الدنيا. سامعة ياسمين؟ سامعة. وعاملة نفسي مش سامعة. ياسمين عاملة ايه من بعد ما السولة جت؟ تمام يا حبيبتي. بصوا يا جماعة، السولة صغننة قوي، بصوا قد كده بالظبط، قد كده. اعذر ربنا يخليك. عاملة ايه بقى مع ميشو واسيل؟ لا، ما في عدم اهتمام مش طبيعي. انا شايفة. لا، ما هو قال لك دي احلى حاجة في الدنيا وبتاع. في عدم اهتمام بيا انا. طلعي يا حبيبتي مشاكلك، قولي للناس يا روح قلبي. هو ميشو من ساعة ما جت اسيل وهو بقت اغلى حاجة عنده في الدنيا. ايه الصراحة عسولة وكيوتة والنبي يا عمتي. بصوا ده صغننة ازاي، بصوا صغيره كده. عندها قد ايه ياسمين؟ كده كام يوم؟ لا، 21 و22. يا قلبه صغنن. لسه ما كملتش شهر. ودول الابهات اما بيجي لهم هبل ببناتهم. ده الاب ما يحب بنته او بعد ما يخلف بنت، كل واحده بتفكر تجيب بنت. لا انا منوره. الاب بيفضل قاعد كده لازم في بنته 100 سنه. عقبالك.
نعم يا حبيبي؟ بنت ان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله والف الف مبروك. عدوة البنات. ان شاء الله والف الف. ليه؟ انا بحب سيلة. ايوه بحبها. بتحبها عشان مش بنتك، لكن لو بنتك لا. لا لا انا ما حدش يجي يشاركني مكاني يا حبيبي، ما حدش يجي يشاركني مكاني. البنت حاجة والام حاجة. انا ما بقتش ولا حاجة. يا حبيبي بس خلاص خلاص خلاص، بعد الجملة دي تفتحش بقك وتتكلم كلمة. وده يا حلوين بعد ما جهزت ولبست. اوكي ونازلين، لا في نور هنا كده، ونزلنا الاطفال الحلوين الامامير، وهنزل انا وياسمين دلوقتي. نزلنا الملايكة احباب الله او بيستعجلونا دلوقتي، فيلا خلينا نوديهم ستوب بلاي نروح يلعبوا هناك، واحنا بقى نروح نتغدى بره من غير الاطفال. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم في القعده من غير اطفال؟ بس معانا اسيل. معانا اسيل لان هي لسه صغيره قوي على فكره ان احنا نسيبها اصلا يعني. واصلا اصلا حتى يعني لو كبرت ميشو مش هيسيبها. ده حقيقي حقيقي. فسيبناهم بقى وهننطلق نروح نتغدى مع بعض، بس يا رب يا رب ان شاء الله ما نرجعش رجوع اضطراري لاي واحد منهم عامل كارثه، لان انا جربتها قبل كده بتبقى حقيقي حرقه في القلب ويعني حاجه بتزعل قوي. فبس كده يا حلوين يلا نشوفكم بقى في المكان اللي هنتغدى فيه، اللي لسه مش عارفين هو ايه الصراحه، بس هو محمد اللي هيودينا هو النهارده الجايد بتاعنا، ولا ايه يا حموقش؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. ميرسي ميرسي. اوكي يا حلوين، هنتغدى النهارده في المحل ده اسمه قصر الكبابجي في التجمع، فاللي خلينا كده نشوفه هو عامل ازاي، بس اول مره اجربه. محمد جربه قبل كده بيقول حلو قوي، فا اكسايتد. سجلت اسمنا خلاص، طلعنا لقينا المحل زحمه جدا جدا جدا، فواضح ان هو جامد يعني زحمه قوي. في ليست بقى ولسه بتسجلي اسمك وتيجي بعد نص ساعه وبتاع، فاحنا كمان كده 10 دقايق هينادوا علينا ونطلع. Next day. جدا جدا جدا، بس عشان امبارح سهرنا جدا جدا جدا. بصوا سهرنا جدا دي يعني الساعه 1:30 بالنسبه لي انا، نعرف ان في ناس بتصحى لغايه الصبح، بس انا 1:30 بالنسبه لي انا كده خربت الدنيا يعني. لا بقيت قاعده معاهم في الكافيه عامله كده مش قادره مضيعه. بس امبارح اليوم كان حلو جدا جدا، احنا ودينا الولاد امبارح الساعه 7:10 ستوب بلاي عشان يلعبوا، وخدناهم تقريبا الساعه 10:30 بالليل، فتمتعنا باكتر من 3 ساعات حريه قاعدين كده
يعني في لالا لاند مروقين بناكل بنشرب. بعد كده رحنا قعدنا في كافيه بس انا عرفتش اصور لكم بعد كده لان ايه كلنا. وبعد ما كده رحنا قعدنا في الكافيه كنا بنحاول على قد ما نقدر نستمتع بكل ثانيه وهم كمان بيستمتعوا. يعني هم برده مش محبوسين, هم كمان بيستمتعوا. بصراحه اليوم امبارح كان حلو والمحل اللي رحنا كلنا فيه كان حلو جدا جدا جدا. هحط لكم دلوقتي فيديو عن ما صورت جوه. الصراحه ما صورتش كتير بس المكان جميل, الفايب بتاعته حلوه قوي. عاملين تحت مكان كده وعاملين فوقيه زرع ولايتنج كانكم مثلا في بيروت, كانكم رحتوا لبنان فجاه وشغالين بقى اغاني فيروز والدنيا جميله. واحنا طلعنا بقى الدور اللي فوق المحل كان زحمه بطريقه مش طبيعيه. المحل كان زحمه جدا 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 بس قالوا لنا ويتنج 10 دقايق وفعليا كان 10 دقايق وكان مكان لينا فاضي. وطلعنا فوق صراحة الخدمة تحفة, الناس طول الوقت بيجوا يطمنوا انتوا رئيسكوا حاجة مش عارفة ايه, طب الاكل حلو, طب ايه اخبار, طب في اي كومبلين بتاع. صراحة الناس في قمة الذوق ومن كتر ما الاكل حلو كان كل ما يجي يسألنا نقول له والله احنا مش قادرين نعمل كومبلين عشان الاكل حلو قوي. فعليا الاكل حلو قوي 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 بجد. يعني اللي عايز يروح ياكل مشاوي بصوا هي المنيو عندهم من كتر الحاجة اللي فيها فعليا ما كناش عارفين نختار ايه. المنيو مليانة, المحل تحفة خطير. ده مش سبونسر اكيد ولا هم يعرفوني ولا انا اعرفهم بس فعليا احنا بنحب نجرب اماكن جديدة والمكان ده تحفة. من زحمة الناس عرفنا انه جامد, يعني المحل فعليا جامد. الملوخية هناك جبارة, حتى انا صورت كده وهم كانوا بيحطوا لنا الملوخية والمحشي تحفة. الحمام عندهم يا خرابي يا خرابي, انا اكلت حمامية كده كان طعمها مفتري. جربوا المحل ده, هحط لكم اللينك بتاع مكانهم لان احنا جبناه من على جوجل. فهحط لكم اللينك بتاع مكانهم تحت في الديسكربشن بوكس عشان تعرفوا لو حابين تروحوا. مكانه في التجمع الخامس بس فعليا ملوكي ملوكي. وعاملين هناك كمان بلاينج اريا, يعني في مكان اطفال يلعبوا فيه لو انتوا مش هتسيبوا ولادكم في حته وهتاخدوهم معاكم. ففي اريا جوه في الدور اللي فوق فيها كلها العاب وواحد واقف عليها بيراقب الاطفال. فلو حابين هتستمتعوا جدا, هتستمتعوا هتستمتعوا جدا انتوا وولادكم في المكان ده لانه فعليا. نيجي بقى للنهارده. النهارده انا عملت الايس كوفي بتاعي المج ده, انا جبته من كارفور مكتوب عليه لاف يور سيلف. محتاجه بقى انانيه شويه واحب نفسي. فالمج ده الصراحه شكله حلو عجبني كده, ان هو لونه اسود يعني فخم. في منه طبعا الوان تانية وعليه فلامينجو بتاع تحفه, يعني شكلهم كلهم تحفه الصراحه. بس انا حسيت كده الاسود لايق على فايب حياتي كلها, رمادي في ابيض في اسود, فاهمين. المهم يا حلوين النهارده بقى عايزين نعمل حاجات مهمه جدا, مش مهمه جدا بس هي مهمه. وهي اني مؤخرا صاحب العماره اللي انا فيها استاذنته وهو شاكرا اداني مفتاح السطح بتاع العماره. انا عماره اللي انا فيها ما شاء الله اعلى عماره في المنطقه كلها. اللي عارف المعادي الادوار فيها محدوده بس الدور بتاعي ده اعلى دور وفوقيه السطح او الروف يعني. فانا خدت منه المفتاح وحولت السطح ده لمكان اعمل فيه فوتو سيشن لنفسي, تمام. وهحط لكم هنا الصور اللي انا مصوراها لنفسي على السطح بتاع البيت. ففعليا المكان ده جامد قوي. بس الفكره ان احنا عمالين ندور على حد بتاع مفاتيح لان مفيش غير مفتاح واحد للسطح وهم اكيد هيحتاجوه وانا كمان عايزاه. فعايزين نعمل على المفتاح ده. فالنهارده هنزل اعمل على المفتاح ده واخدكم معايا وانا بعمل فوتو سيشن لنفسي. اكشلي انا اللي بصور نفسي, بحط الكاميرا على الستاند وببدا اعمل بقى بوزز او حركات وبعد كده اخد الصور اللي تعجبني وهي دي اللي انزلها لكم على انستجرام. فهاخدكم معايا النهارده السطح عشان تشوفوا اللوكيشن اللي انا بصور فيه. وفعليا هبدا اجيب فيه شويه ديكورات بسيطه كده تبقى حلوه مع الصور. بس هو فعليا اي حاجه شكلها قديم دلوقتي بقى بيبقى شكلها جميل قوي في الصور. يعني انا طلعت على السطح فوق لقيت سلم خشب عادي جدا, سلم خشب اللي هم دقدقينه بمسامير وبتاع, سندته على الحيطه واتصورت عليه طلع في الصوره وهم. فبصوا الصور بتساعد او البوزز او الشكل اللي انت بتاخديه بيساعد بس 50% من الصوره اللي بيساعدها انها تبان اجمل هو الايديت. فهحاول النهارده لو طلعت واتصورت وهاخدكم معايا اكيد اوريكم انا بعمل او البروسيس اللي بمشي بيها الايديت بتاع الصور بتاعتي. عشان كده الصور بتطلع ملونه شكلها حلو مختلف خالص عن الصوره الحقيقيه. بلعب اكتر في الالوان. فالفكره انت تقدري تتصوري في اي مكان في الدنيا وانت بالبرامج اللي هقول لك عليها تقدري تظبطي بقى ايه الصور بتاعتك. وبس كده يا حلوين المفروض دلوقتي اقعد اشرب القهوه فوق كده شويه الف الموبايل واجي احط ميك اب ونطلع مع بعض السطح عشان نتصور. فاشوفكم كمان شويه. اوكي حبايبي دلوقتي مستنيه محمد يجي تحت البيت عشان اخده ونروح نعمل نسخه على المفتاح اللي معايا عشان يبقى معايا نسخه المفتاح السطح او المكان اللي انا هعمل فيه فوتو سيشن. والمفروض كمان ان احنا رايحين ندور على طبق للمايكرويف, كان سني طبق للمايكرويف لان الطبق بتاع المايكرويف بتاعي اتكسر
الحمد لله الحمد لله. فبس المفروض ان احنا نازلين نعمل الحاجات دي كلها. انا هنزل زي ما انا كده بالبتاع اللي انا لابساها دي. دي انا كنت جايباها من عند شيان، خليني اوريها لكم قدام المرايه. اوكي حبايبي، ده المفروض دراس كده بكم اوكي، وطوله كده ومخطط اسود في ابيض. كنت جايباه من عند شي ان وكان سعره ساعتها رخيص جدا، بس كنت جايباه من وانا في الامارات. بس فعليا الفساتين دي عمليه جدا، هوب البس وانزل على طول، فشكله حلو. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتضايقني فيه هي ان ايه، الرجل شويه محدوده من تحت، فبتخلي كده مشيتك بالعافيه، بغض النظر طبعا عن الشبشب ده، لان انا اكيد هغيره ومش هنزل بالفوشيا كده. وبس كده. ولبست الطرحه دي طرحه كده اللي هي الكويتي، بس الصراحه خفيفه قوي، وبلبسها من غير بندانه ولا اي حاجه، حتى شوية تنت وخلاص هنزل كده، ده اخري، مش قادرة اتحرك اكتر من كده. وبس كده يا حلوين، يلا خلينا ننزل للباش مهندس محمد. 2 hours later. ورجعت البيت مرة تانية، بقالنا ساعتين برة. طلعت على المفتاح الحمد لله، خلاص لقيت حد بيطلع لي على المفاتيح، واشتريت زرع هوريه لكم، الزرع اللي برة دي والزرع دي، وفي واحدة تانية في الصالة، وحلقت الفهد. بس اليوم طار وما لحقتش اخدكم فوق السطح اوريكم انا بتصور ازاي. بس anyway خلاص احنا معانا مفتاح، وبكرة هاخدكم اوريكم انا بصور ازاي. خليني الاول اوريكم بقى ايه الزرع اللي انا جبته. انا جبت الزرعة دي، الراجل قال لي عليها اسمها خمسة وخميسة، بيقول ان الزرعة دي بتمنع الحسد. طبعا فكوكوا بالكلام ده، انا ما بقتنعش بيه، بس لسه عايزه رشرش عليها شويه ميه. وانا كنت جايبه البتاع الخشب ده معايا من الامارات، فسبحان الله الزرعه جت على مقاسها بالظبط ودخلت جواها، وهو كمان خشب كده فشكله حلو قوي. وجبت زرعه تانية خليني اوريها لكم. وجبت الزرعه دي زي ما انتم شايفين، كنت عايزه اجيب حاجه ورقها كمان اعرض من كده بس ما لقيتش. ده شكلها طبعا هي طبيعي مش صناعي، قلت مش مهم بقى اجيب طبيعي، انا كنت عايزه اجيب صناعي الصراحه ان انا مش فاضيه اهتم، بس قلت اوكي خلينا ناخد ثواب. بس دلوقتي هقصقص كل الحاجات الميته دي عشان يطلع مكانها حاجه جديده. وجبت في الصاله فل، هاخدكم دلوقتي اوريه لكم. وجبت دي حلوين كده، دي فل، المفروض عايزه اوريكم شكل الفل اللي فيها اهو، شايفين طبعا ده كده يعني ميت، بس لسه هيطلع بقى الجديد اللي زي ده، بس شكلها حلو قوي هنا، يعني شكلها هنا سكر، بس عايزه اجيب لها كفر بقى عشان يبقى شكلها حلو. إيه الراجل قال لنا دي الوحيده اللي محتاجه تشوف شمس، يعني لازم تبقى قدام الشمس، فخدتها حطيتها كده في وش الشباك عشان تشوف شمس. وبس كده. اوكي حبايبي خليني اوريكم الحاجه اللي انا جبتها من موقع برونتو. انا جبت ليا ومامه محمد ومامتي، تمام. بصوا انا بيجامه العيد بالنسبه لي اهم من العيد نفسه، يعني العيد ما بيجيش الا لما البس بيجامه عيد بالليل وابقى لابسه حاجه كده جديده، تمام. فبيجامه العيد اهم من لبس العيد واهم من اي حاجه في الدنيا. فتعالى اوريكم انا نقيت ايه لمامتي ولمامه محمد وليا. وعايزة اقول لكم ان موقع برونتو ده موقع نسائي 100%، جواه ميك اب، لبس، اكسسوري، شنط، كزم، لبس، وكلها باسعار حلوه جدا. وعندهم ملابس بيت وعندهم لانجري وعندهم كل حاجه، كل حاجه تتخيلوها. هسيب لكم لينك الموقع تحت في الديسكربشن بوكس، وهسيب لكم كمان كود الخصم بتاعي هيديكوا خصم حلو قوي على الموقع، هسيبه لكم برده تحت في الديسكربشن بوكس. وتعالوا اصدمكم بشكل الحاجه والكواليتي بتاعتها والاسعار بتاعتها. بالنسبه للتوصيل، هم جابوا لي الحاجه بعد 3 ايام، يعني النهارده اليوم الثالث من الاوردر، جابوها لي بعد 3 ايام بالظبط، تمام. يلا بصوا انا جايبه 2، دي الالوان بتاعتهم، بس طبعا هختار لكم واحده بس لان هي نفس الكونسيبت يعني، تمام. تخيلوا دي بكام، انا بس عايزه اوريكم الماتيريال واوريكم شكلها وبعد كده اقول لكم سعرها كام. اولا هي زي جلابيه كده طويله، انا مش عارفه اوريكم طبعا عشان الكادر صغير اوكي، بس هي كات كده زي فستان، هو بصوا هيتلبس فستان لان هو ليه جيبين من الجنب كده، يعني ادي جيب وادي جيب اوكي. وده شكلها، بصوا يا جماعه الماتيريال بتاعتها، شايفين شايفين هي بتاخد وتدي، زي يعني تقيله مش حاجه خفيفه كده وعبيطه. خليني اقرب لكم بقى اوريكم الماتيريال بتاعتها، شايفين. والالوان بتاعتها بقى مفرحه وصيفي قوي، تمام. ده ممكن تجيبوه البنات مثلا مش محجبات، يجيبوه ويلبسوه على البحر، هيبقى شكله حلو قوي وسريع ماكسي وطويل، وشكله زي ما انتم شايفين كده حلو قوي. انا كمان هطلب واحد بس هجيبه ملون، يعني الوان غير دي، عشان الحاجات اللي على اورنج وزيتي انا مش قايم فيها قوي، بحب الحاجات اللي على لبني وبينك اكتر. فشايفين يا رب بس تكونوا شايفين اوكي. دي اللي انا جبت منها لمامتي ولمامه محمد. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه لنفسي. بتاعه مامه محمد ومامتي الواحده عامله 150 جنيه، انتوا متخيلين بالتوصيل 150 جنيه بالتوصيل، ده غير ان انتم تحطوا كود الخصم بتاعي يديك خصم محترم. فاللي عايزه بقى تجيب بيجامات ليها ولاخواتها ولمامتها، وكل المقاسات موجوده، يعني الفستان ده موجود منه مقاسات من ميديوم لغايه 4X large، فوش هتلاقي مقاسات. يلا اوريكم بقى انا لقيت ايه، لقيت ليا البتاعه دي كده، اوريها لكم اوكي. شايفين اللي هي بيبقى عامل زي جاكيت البيجامه ده بس طويل، امين، وبكم
عشان لو طلعت لايف على الانستجرام ليله الوقفه ابقى لابساه ومفيش حاجه باينه. شايفين شكلها كيوت قوي، انا جبت مقاس سمول، خليني اقرب واوريكم شكلها عامل ازاي. كيوت قوي، والبيبي بلو ده لونه حلو قوي وفيها جيب من هنا، شكلها فعليا كيوت كيوت قوي. عارفين دي بكام؟ دي ب 169 جنيه، انتم متخيلين؟ ب 169 جنيه. فانطلقوا على موقع برونتو، حاول اخلص الفلوج ده بسرعه بسرعه عشان ينزل لكم قبل العيد بفتره، عشان تلحقوا تعملوا اوردرز من موقع برونتو وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه. الفلوج بتاع النهارده او اليوم ده خلاص قفل، بكره الصبح ان شاء الله ان اراد ربنا هاخدكم معايا ونطلع فوق السطح عشان نعمل الفوتو سيشن الرهيب بتاعنا، وبس كده اشوفكم بكره. يا صباح الفل، تو ماتش ميك اب على الصبح والله انا عارفه، بس عشان التصوير بحب قوي وانا بتصور الصور بتاعه انستغرام كده اعمل ميك اب غريب. فانا طالعه دلوقتي على السطح المفروض عشان اوريكم ازاي بصور، وان شاء الله برده اوريكم ازاي بعمل ايديت للصور. تو ماتش شمس، تو ماتش شمس. اوكي ده يا جماعه السطح اللي انا بطلع اصور فيه، وجبت الزرعه بتاعتي معايا عشان حاساها هتبقى شكلها حلو قوي مع اللون اللي انا لابساه ده. اوكي حلوين، اول حاجه حطيت الزرعه دي هنا، واحلى ما في المكان ده ان الشمس ضربه في الجزء ده فالصور بتطلع منوره جدا تمام. وبجيب الستاند وبحط عليه الكاميرا او الموبايل، عادي صوري باللي انت عايزاه. انا اكشلي دايما بصور بالموبايل، بس النهارده هجرب طريقه جديده، وهي الطريقه بتاعت هاديه غالب. لو انتم متابعينها على انستغرام كانت قايله ان هي بتاخد صور حلوه عن طريق ان هي تشغل فيديو، تفضل تتحرك كتير في الفيديو، تعمل بوزز وكده، وفي الاخر تاخد سكرين شوت من الصوره او البوز اللي يعجبها في الفيديو. هوريكم طبعا انا هعمل ايه دلوقتي، هجرب بالكاميرا وهجرب بالموبايل، واقول لكم في الاخر انا قررت اخد اني او احسن طريقه ايه. بس انا ان يوجوال بستخدم الكاميرا اكتر حاجه بتريحني الصراحه، بس موضوع ان انا كل شويه اعمل تايمر واروح اقف اعمل تايمر واروح اقف ده بيضيع وقت كتير. فالنهارده هجرب الطريقه بتاعت هاديه غالب. فانا اوريدي خلاص عملته على الفيديو عشان اعمل ريكورد وابدا اعمل بوزز، فهثبت الكاميرا في حته واوريكم البوزز اللي انا باخدها وانا بصور. وما اعتقدش النهارده ان انا هحط لكم طريقه الايديت، بس هحاول اعملها لكم في فيديو تاني او في فلوج تاني. فيلا خلينا نبدا. طيب نيجي دلوقتي للجزء بقى بتاع اني اختار الصوره اللي انا عايزاها. ده الفيديو كده زي ما انتم شايفين وزي ما صورته ووريته لكم. نبدا نمشي كده الفيديو، طبعا نوقفه بس نبدا نمشي ونتفرج على الصور. خليني كده مثلا احاول اختار بوز معاكم، وليكن مثلا لنختار البوز ده شكله حلو. اوكي عايزه بقى انا اخد الصوره دي، اروح بقى علامه السكرين شوت لو انتوا بتضغطوها مثلا بصبعين او انتوا عاملين لها اختصار، انا عامله لها الاختصار ده، اروح ضغطه كده يروح واخد سكرين شوت، ابدا اظبط الصوره بالمقاس كده اللي انا عايزاه، اشيل الطروف وكده بقى معايا صوره، ودي اول صوره تمام. تقدروا من الفيديو ده برضو تاخدوا صوره تانية. خليني كده امشي الفيديو واحاول اخد صوره تانية، وليكن مثلا الصوره دي، ابدا اعمل سكرين شوت وبعد كده اخد كده الصوره تمام واعمل دون. فكده بكل سهوله تقدري تعملي فوتو سيشن لنفسك من غير ما تستني ان حد يصورك. بس في غلطه انا عملتها اما جيت اصور الفوتو سيشن ده او اصور الصور دي، هي اني اعلي الكواليتي بتاعه الكاميرا. خليني كده اوريكم، وليكن مثلا دي الكاميرا بتاعتي، اما هجيب على الفيديو كده عشان اصور عشان اخد بالسكرين شوت احسن كواليتي، احول الاتش دي دي ل4K وادوس على ال 30 دي اخليها 60، فكده الكواليتي هتبقى حلوه جدا جدا جدا. وفي نقطه انا عملتها فوق في الكاميرا برضو هتخلي الالوان حلوه، انكم تضغطوا على الشاشه وتعلوا الاضاءه لفوق كده، فهتبتدي الالوان معاكوا تبقى ظاهره اكتر. طبعا هو مش باين دلوقتي، بس هتبتدي الالوان تبقى ظاهره معاكوا اكتر. بصوا بيفتح اللون بتاع الحاجه، على العكس مثلا لو نزلتي لتحت هيبدا يغمق اللون بالشكل ده. بس فانتوا لو حابين تعملوها ومعاكوا ايفون حاولوا احولوا ال اتش دي ل4K ويحولوا ال 30 دي ل60، وبعد كده اضغطوا فيديو عادي وابداوا اتحركوا زي ما انتوا عايزين في الكاميرا، وفي الاخر خدوا سكرين شوتس. وبس كده يا حلوين الفلوج خلص. انا عارفه ان الفلوج ده طلع طويل، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا اقصص منه كتير عشان ما يبقاش طويل عليكم. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الميك اب، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.